صلى الله عليكم، هل يجوز أن أحج عن والدي إذا كان حياً لعدم قدرته على الحج؟ حج فريضة ولا نافلة؟ ما هو الحج؟ إذا كان عاجز عن الحج قدر بماله وعجز عن الحج ببدنه فإنه ينيب من يحج عنه، ينيب من يحج عنه ويدفع له تكاليف الحج والسفر لأنه قادر بماله ولا يقدر ببدنه، فينيب من يحج عنه. نعم.